استاذ بلا المشاركه ديالك كانت ممتعه. شفنا الشكوري، شفنا الاغاني الشعبيه، الاغنيه الشعبيه المغربيه، شفنا روح صوفيه مغربيه غنيتيها في الاغاني ديالك، وكان جديد في الالوان وفي الفن الموسيقي. زعما اش ممكن تقول لنا المشاركه ديالك في عده مشاركات في العرش؟ هذه المشاركه من البدايات ديالي وانا تعجبني جدا الاغاني القديمه، من غير الالحان ديالي والكلمات ديالي، من غير الاغاني اللي تنكتبهم انا وكنت نلحنهم، ولا تتكون الحن ديال الزوج ديالي ولا بالكتابات ديالهم، هي شي حاجه اللي تتبقى تنعطي واحد الطابع شخصي، تنحاول نعطي طابع شخصي للموسيقى التراثيه المغربيه. وعلاش لا نخلي واحد البصمه للاجيال القادمه ان شاء الله. الجديد ديال نبيله العام؟ الجديد ديالي هو انني غادي نخرج عن كليب ان شاء الله، يلا صورته ديال اغنيه جديده، ومن بعد هذاك الكليب غادي يخرج الالبوم كله ان شاء الله. الراي ديالك في مدينه العرائش كمدينه ساحليه وعندها بزاف ديال الموروثات الثقافيه، شنو الحاجه اللي شدتك في العرائش؟ مدينه العرائش غنيه على التعريف، وتنطلع الناس اللي زارها تيحبها، ولا حتى اللي ما زارهاش اللي شاف غير التصاور ديالها، ولا هذا هي واحد المدينه اللي تتشد واحد عندها، وتنشوف